يا هلا والله وسهلا، الله يمسيكم بالخير. من منا لا يعرف حضرموت؟ ومن منا لا يعرف الحضارم؟ اذا قلنا الحضارم او اهل حضرموت راح بالنا على طول على الاقتصاد وعلى المال، على حسن التصرف في المال والذكاء في البيع والشراء. بقول لكم قصه. بريطانيا احتلت عدن زمان قديم، وهذا الاحتلال لابد ان يكون وراء الضغط على الشعب حتى يرضخ لهذا الاحتلال ويتجاوب معه. المهم قال احد الجنرالات البريطانيين، قالوا نبغى مترجم يترجم لنا الاشياء اللي بنكتبها، منشورات بنرميها من فوق الطياره على اهل عدن واهل حضرموت حتى يرضخون لنا في الشيء اللي نبغاه. دوروا ما لقوا احد يترجم لهم الترجمه العربيه، لانهم عارضين عن وجود الاستعمار البريطاني. فحاولوا يدورون، لقوا لهم واحد فقط اسمه عمر باهبري. انهم جابوا عمر باهبري، قالوا يا عمر عندنا كذا كذا منشورات راح نسجل فيها ان نلتحقوا بالتحالف. طبعا عمر باهبري رجل تاجر، من اشهر تجاراته تجاره الشاهي، وشاهي كان في عدن معروف وفي اليمن معروف. المهم كتب لهم الترجمه هذه. وطبعا ليش ما لقوا مترجم لهم الاستعمار البريطاني؟ لان اهل حضرموت معروف عنهم عدم الخيانه لبلدهم، واهل اليمن في العموم عدم الخيانه لبلدهم للمستعمر البريطاني. المهم كتب لهم الكتابه، هو المنشور طبعت المنشورات وطلعت الطيار ونثرت المنشورات هذه على عدن وشافوها العالم كلهم الى اخره. بعد فتره جاء جنرال ثاني ناظر المنشورات هذه الموجوده، ناظر المنشورات وقراها، واذا به يقراها هو يعرف عربي الجنرال. قال يا نادى الجنرال الثاني، قال تعال هذا المنشورات اللي انت نزلتوها تعرف ايش مكتوب فيها؟ قال نعم نعرف ايش مكتوب فيها. قال ايش مكتوب فيها؟ قال مكتوب فيها التحقوا بالتحالف وكونوا مع التحالف يا اهل عدن. استغرب، قال تعرف ما هو المكتوب فيها؟ قال شو المكتوب؟ قال لهم مكتوب. قال الجنرال وهو بحزن واسى على هالملايين اللي خسروها في طباعة هالمنشورات، قال تعرف ايش مكتوب في هالمنشور وهالمطويل اللي انتشرت في كل اليمن وفي عدن خصوص وفي حضرموت؟ قال وش؟ قال مكتوب فيها اشتروا اجود انواع الشاي من عمر باهبري. فكر الحضرمي دائما متميز. كونوا حضارا في الاقتصاد، كونوا حضارا في التجاره. تحياتي لحضرموت ولاهل حضرموت.